يقول أبو بشار يا غبن يغبان وآحني من ما جرى في زماني، سافرت من أرض الحضارة والإيمان والأهل جنبي غايتي والأماني، واصلت في الرحلة إلى أرض جيزان وكل شيء سابر على الخط ساني، فجأة حصل حادث وكان الذي كان أتقلب الصالون ومات الظناني، بشار صالح كان لي نور العيان موتى جرح قلبي وحطم كياني. قصيدة كلمات الشيخ صالح علي صالح القيري من أهالي القير قبيلة كيفة. القصيدة يشرح فيها ما حصل له من حادث وهو مسافر وأهل بيته إلى السعودية، ثم حصل له حادث مروري واستشهد ابنه المغفور بإذن الله بشار صالح القيري، كما شكر فيها جميع أصحاب القير وقيفة الذي وقفوا بجانبه بعنوان شكر وتقدير. يلحنها فايز أبو شمس الكليبي ويعزفها أبو خليل المعافى وإيقحها الزبيد الفرحان، مع تحيات تسجيلات الفايز دمار خط الحداء جوار مستوصف لبنان التخصصي.
أصدقائي والأخوان، الشكر والتقدير مخصوص علي، كيف لها تاريخ غالي وعنوان، ساس الكرم والعرف رأس البيان، وآل قير وسلاتي طول الأزمان، لهم سلامي عد طش المزان. مثل ما الصلب ما لنا أهل الوفاء والعز طول الزمان، خزنت جملة الكل في كل شريان، وقلت حاول وصفاكم في المعاني، ما قدرت أعبر في غناكم بقيفان، في وصفكم يا بطال يعجز لساني. تشرف بكم من فلاني، والعفو منكم لا حصل أي قصران، وتقبلوا مني جازيل امتناني. يوم شفتكم راحت همومي الشعر موته كواني، الله يرحم من تلبس للأكفان، في جنة يقضف حاسين المجاني، ويحفظ الله الباقي ينطب الأبدان، ويصلح الله شان قاصي وداني، وختمها صلوا على ختم الأديان، المصطفى مولى الهدى والبيان. للتواصل مع فايز ابو شمس على هاتف 7216 4090 او 7111 5049.